انكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت اسوي لكم سيجمنت حبيت وما حبيت، بس بشكل سريع. عندي منتجين، واحد حبيته وواحد ما حبيته، فحبيت اني انا اشارككم تجربتي معهم. اول شيء ما حبيته، كنت وايد متحمسة ان انا اجربه، بس يعني من كثر ما انا كنت متحمسة ما خذيت لون واحد وقلت خلنا اجربه، اذا عجبني اشتري من المنتج الوان ثانية. بس لا، خذيت ثلاث الوان لان وايد كنت متحمسه ان انا اجربه، وما ادري ليش اي اسوم ان انا راح احبه، بس ما حبيته. هو NYX الليب كريم، شكلهم جاي نفس شكل الجلوسات مالتهم، بس هو المفروض انه هو مات كريم، يعني شبه مات، سوفت مات، يعني مو وايد مات. الوانهم تشوق، وايد حلوة الوان. مثل ما انتم شايفين انا خذيت احمر وردي فاتح، المفروض تقريبا نفس هذا بس انا زايدة عليه حمرة، وخذيت اللي هو النود، يشقق، يكتل، يطبع على الاسنان. هني يصير في نفس، تعرفون دوائر التكتل موجودة هني، تختفي بسرعة، تروح بسرعة. أنا حطتها وحطة فوقها حمرة من NYX، لا عشان يعني عشان من داخل شفافي ما تبين، فكلش ضيم ومو حلوة وكلش ما أنصح فيها. ثاني منتج حيل حبيته كان منقذ للحياة. مثل ما أنتم عارفين قبل فترة خلص صمغ رموش هدى بيوتي من عندي، وانا اعشق صمغ هدى بيوتي، وايد حلو، ينشف بسرعه، واول ما تحطينه على الرمش ما تنطرين شي، تقعدين تنطرين شي 30 ثانيه بعدين تحطينه، لا على طول تحطينه وما ياذي، وينر لما تشيلين الرموش ما ياذي العين او الجفن او الرموش نفسهم. فخلص من السوق، مو قادره الاقي لا بالكويت ولا بدبي، وما طلبت اونلاين، تكسلت ما ادري ليش. قررت اني انا ادور بديل، لان ما احب احس اني انا متعلقه بمنتج، و يعني اذا خلص من السوق انا شنو اضيع، يعني ما احب كذي، فاحب الاقي بدائل حق المنتجات اللي انا استخدمها. ولقيت البديل حق صامخ هدى بيوتي. هذيك المره كنت قاعده اشوف فيديو تتكلم عنه شانن بقناتها اللي هي شان اكس او، تتكلم عن رموش، انصحت بهذا الجلو او هذا الصمغ من اردل. اوتوفوكس، هذا شكله شفاف ما في شيء. وايد حبيت الباكجينج او حبيت العلبه، لان تفتحينه وعلى طول تحطينه على الرمش، هو وايد وايد عملي. اذا تبون تحبون تطلبونه من موقع شانن، راح احط لكم اللينك تحت اذا حابينكم تجربون رموشها وكذي. طلبوا، وايد 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 زين، وكبديل حق كبديل مؤقت حق صمغ هدى بيوتي، زين، ممتاز ممتاز ممتاز. والباكجينج ماله حبيته اكثر من اي صمغ ثاني، لانه وايد مرتب، ما يدمر، ما يطيح، ما ياذي ولا شيء ولا شيء، فوايد حلو وحيل انصح فيه. اردل برش اون لاش، ما ادري شنو. كذا خلص فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي.